فاز الأهلي بالأمس برباعية على بطل إثيوبيا في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا ليكون مجموع المباراتين 7-0. الأهلي يضرب بقوة في دوري أبطال إفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي عن الأميرة السمراء التي فاز بها الفريق العام الماضي بعد تعادل إيجابي مع الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس 1-1. وبالتالي الأهلي حاليا هو حامل اللقب، والبداية قوية جدا بالفوز على بطل إثيوبيا بسباعية 3 أهداف في لقاء الذهاب و4 أهداف في لقاء العودة. والممتع والجميل في المباراة بالأمس أن قدر مارسيل كولر يدفع بالعديد من العناصر التي لم تشارك في اللقاء الأول، بالإضافة إلى أن هؤلاء اللاعبين لم يشاركوا في عدد من المباريات منذ بداية الموسم، سواء في لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري أو حتى في مستهل بداية الدوري العام أمام فريق المصري. وبالتالي قدر كولر يعمل روتيشن كويس جدا خلال الفترة الأخيرة من خلال الدفع به عدد من اللاعبين. وليكن البداية مثلا بالحديث عن كريم الدبيس الظهير الأيسر، أحد اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين مواليد 2003، يدفع به بالأمس مارسيل كولر في الجبهة اليسرى بديلا عن علي معلول لمنحه مزيدا من الراحة خلال الفترة القادمة. كذلك الدفع بأحمد نبيل كوكا على حساب أليو ديانج، وبالتالي هذا اختيار رائع جدا من مارسيل كولر في ظل أن الفريق أمامه ضغوط ومباريات قوية جدا خلال الفترة القادمة. وبالتالي الدفع أيضا بمحمد الضو كريستو اللاعب التونسي الصاعد مواليد 2003 والذي شارك بالأمس لأول مرة في التشكيلة الأساسية رغم بالتأكيد عدم مشاركته في مباريات الدوري في التشكيلة الأساسية أو بشكل منتظم في الفترة الأخيرة. نقدر نقول كريستو امبارح لعب لغاية الدقيقة 81. وبالتالي الدفع بعدد كبير جدا من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين سواء في مباراة الأمس أو حتى في الفترة السابقة هو في إطار التدوير والروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر عشان الفترة اللي جاية، نتيجة طبعا الضغوط الكبيرة جدا من مباريات في الفترة اللي جاية. فالبداية قوية، رسائل مباشرة وجهها الأهلي لكل المنافسين اللي هيكونوا موجودين في دور المجموعات خلال الفترة اللي جاية بتحقيق الرباعية ومجموع اللقاءين سباعية 3-0 و4-0. طيب حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها بخصوص هذه المباراة، قدامكم طبعا على الشاشة الأهداف والهدف الرائع جدا لمحمد مجدي أفشة. ولكن مهم جدا وانت بتتكلم على المباراة تشوف كهربا قدر يحقق ايه في هذا اللقاء. كهربا امبارح أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 34 وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأس رائعة جدا بعد كرة عرضية من محمد هاني. كهربا نقدر نقول عليه انه عمل 50 مساهمة تهديفية بقميص النادي الأهلي. 50 مساهمة تهديفية بقميص النادي الأهلي. 50 مساهمة تهديفية من اصل كام بقى؟ في مشاركة ل 98 مباراة. يعني كهربا مع الأهلي بيتألق بشكل رائع جدا. في 98 مباراة ساهم في 50 هدف. أحرز 34 وعمل أسيست في 16 لعبة أو صنع 16 هدف. أرقام دي مع كهربا رغم كل الضغوطات ورغم كل الأخبار السلبية اللي بتوجه تجاه كهربا، ولكن كهربا بيغرد منفردا مع النادي الأهلي خلال آخر سنتين ثلاثة. خلال آخر سنتين ثلاثة كهربا بيقدم مواسم مميزة جدا. فترة إيقاف 6 شهور رجع بيقدم مساهمة تهديفية لأعلى مستوى، أكتف وحركة في وسط الملعب في مناطق الجزاء في المناطق الحيوية في الملعب، بيحرز أهداف. امبارح أحرز هدف من ضربة جزاء، وعلى فكرة إحراز كهربا لهدف من ضربة جزاء ده نتيجة إن الفريق عارف كهربا محتاج إيه الفترة الحالية. الثقة، الدعم، المساندة. أخبار سلبية بتتقال كتير قوي على كهربا في الفترة الأخيرة، مش هدخل في تفاصيلها دلوقتي، لكن في ناس بتتكلم في الأمور القانونية للأسف بشكل غلط يعني، أو في ناس بتحاول تعمل ترند عشان تكسب شعبية على حساب لاعب مهم جدا في النادي الأهلي زي كهربا. امبارح حصلوا على ضربة جزاء قدامكم على الشاشة و
تم الاتفاق والجهاز الفني سمح لكهربا ان هو اللي يسدد ضربه الجزاء واحرز منها الهدف الثاني في الدقيقه 34. ولكن الهدف الرابع لكهربا انا شايفه مميز جدا لانه جاي في الدقيقه 63 من ضربه راس ممتازه جدا لكهربا بعد تمريره عرضيه من محمد هاني.